أكثر من 2000 صورة فوتوغرافية تنوعت مضامينها واختلفت طرق اشتغالها لمصورين حالمين وثقوا حياة العراقيين واهتماماتهم وطريقة عيشهم بأساليب فنية ومبتكرة. هو ما شهده المعرض السنوي للجمعية العراقية للتصوير بدورته 43 بمناسبة عيد المصور العراقي والذي أقيم على قاعة كولبنكيان وسط العاصمة بغداد. حوالي 250 مصور من مختلف مستوياتهم المصورين من خلال لجنة التحكيم، فمنا فقط من خلال يعني تدقيق بالأعمال المقدمة للجمعية في أن تكون هناك نوع جيد. لذلك حوالي 8% من الأشخاص اللي شاركوا بالجمعية اشتركوا بهذا المعرض. من مجموع 2500 عمل فمنا 196 عمل توزعت على مستوى المحاور. لا يمكن أن ينجز أي عمل فني أو صحفي بدون المصور الذي يقف دائما خلف مئنة كما وصفها بعض الحاضرين. ماكو خبر صحفي يصدر من غير مصور، هو دائما الجندي المجهول اللي ينقل لنا الخبر، حتى لو احنا حررنا كصحفيين الخبر مستحيل يكون هذا خبر صداح ان لم تكن له صوره ناطقه. اليوم اغلب الصور اللي معروضه صراحه جذبت انتباهي، بالاخص الاستخدام بها الظل والضوء. مشاركون تحدثوا عن الاعمال المقدمه وكيفيه اختيار اللحظه المناسبه لالتقاطها صوره ذات ابعاد ودلالات تفوق 1000 كلمه. بعض الاعمال حازت على جائزه فضيه والذهبيه البرونزيه ولجت الجمعيه، واليوم الحمد لله كان اختياري من مميزين الجمعيه، فهذه وسام شرف اعتز به من الجمعيه العراقيه للتصوير كافضل شخصيه 2017 او مميزين في عمل التصوير الفوتوغرافي. الصور الفوتوغرافيه التي احتضنها المعرض صنفت الى 3 محاور، منها الملون واحادي اللون ومحور الخطوط. موفق مجيد، الحره، بغداد.